طنجة، حطيت الشكاية ديالي في محكمة الاستئناف بتاريخ 13/4/2022 بعد ما شفت ولدي كيقوم بإيحاءات جنسية عنده حميرار. كنكتشف بأن ولدي كان في الحضانة، كيخرجوه من الحضانة كيغتصبوه وكيتجروا فيه. أولا كيبداو بالتحرشات، كيطلعوه للديار اللي كاينين فوق الحضانة، من بعد ما كيتاكدوا بان الطفل راه ما غادي يهضرش كيبداو يتجروا فيه، كيديوان اوطيلات مصنفه اللي ذكرت الاسماء ديالهم في الشكايات. قمت بعده شكايات، كنطالب بتفريغ المحتوى ديال الفيديوهات. كيديوه المولات، حتى هما ذكرت الاسماء ديالهم كلهم. يعني مش سهله ان يدار تفريغ ويتاكد الهويه ديال الجونات، ولكن ما دارش هذا الاجراء، هذا راه ما دارش. يعني حنا غير شويه باش تاخذي النفس ديالك، بمعنى بغيتي تقول لهم انك درتي شكايات بهذا الشيء اللي شكايات. ملي كنعملوا، ملي كنحميو حنايا واحد المغتصب، راه كنشجعوه بان يقوم باغتصاب اطفال اخرين، لان هادوك الا تغطى عليهم راه غادي يمشيو يغتصبوا اطفال اخرين. ما دارتش التفريغ ديال المحتوى ديال الفيديوهات. كذلك بغيت نقول بان راه اتصلت من بعد ما تحفظ البحث، اتصلت بواحد المول، ما غاديش نذكر الاسم ديالو، ولكن راه اتصلت بهم بالسياج ديالو، لان في طنجه راه ما بغاوش يعطوني حتى شي حاجه، ما عرفتش علاش، ولكن اتصلت بالسياج ديالو اللي كاين في كازا وقالوا لي فين كيديو الطفل ديالك. قلت له راه الولد راه هو الرالي، يعني التفاصيل اللي عطاهم في المحضر، عطى كل شيء التفاصيل، مع ذلك ما دارتش الاقوال ديالو، عطى السياره، عطى الاسماء ديال المجرمين، عطى كل شيء التفاصيل. يعني بحث حشومه يتحفظ، لان الطفل عطى التفاصيل كلهم. ملي اتصلت بهم قالوا لي راه غادي نقوموا بالتحقيق ديالنا، غادي سبقاو كيديروا التحقيق ديالهم، المهم شهر، ورجع اكدوا عليا قالوا لي بان راه فعلا كيطلعوه عندك الفيستير، حيت نعت لي قال لي كيطلعوني في هاد الدروج هادو. انا ما كنتش عارفه اصلا بان تما الفيستير، باش عرفت بان راه كاين تما الفيستير كنشوف بان العاملين بديك المول هابطين مبدلين، تما عرفت بان هذاك راه فيستير. قالوا لي راه عندنا الفيديوهات ديال ولدك، ولكن ما نقدروش حنايا نعطيوهم لك، خصك الاذن ديال المحكمه. السن ديال الطفل ديالك عنده 5 سنوات، دابا عنده 6 سنوات. قالوا لي خصنا الاذن ديال المحكمه. قلت لهم راه انا الحياه ديالي راه معرضه للخطر، راه ملي صورت واحد الحارس، راه كاينين حراس في ديك لي مول متعاونين معاهم، صورت واحد الحارس من بعد ما تحفظ البحث باش ندلي به للمحكمه، ودليت بالصور ديالهم هذوك المغتصبين، دليت بهم للمحكمه، صورتهم انا خارجه من المول على الباساج بيتون، كاين الرامبوان، كاين الرامبوان يعني ماشي البلاصه ديال الجري، والبرومي بوزيسيون راه كاينه واحد الطوموبيل راه واقفه، في الدوزيام بوزيسيون مجا واحد السياره بيضاء برباعيه الدفع بواحد السرعه جنونيه، يعني كتجري بحال اللي غاده في لوطوروت، وهي دايزه في جهه الرامبوان، كان باغي يقتلنا. قلت لهم بان راه الحياه ديالي معرضه للخطر انا ولدي، واش ممكن تبلغوا؟ قالوا لي راه ما عندنا شي حق نبلغوا.